جماهير الوحدة التي وقفت أيضا مع ناديها، وأعتقد هذه حال كرة القدم. نادي الوحدة فرح بالبطولة الموسم الماضي، ولكن الآن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفينة الوحداوية، ولكن بالفعل كان تواجدها أيضا جميل ورائع في كل المباريات. نحييها صراحة، ولازم تكون في تحية من الجزيرة أيضا. نعم، أعتقد الجمهور بالفعل في هالنهائي كان جميل، يعني التواجد الجماهيري من الفريقين، ولكن في النهاية راحت النتيجة أيضا لمن أدى في الملعب أكثر. هل نقول إحنا يعني اللعيبة الجزراوية تفوقوا على اللعيبة الوحداوية في المباراة؟ أشكرك بالبداية. جمهور الجزيرة أقدع ناس، والجزيرة بطل الكاس. بخصوص لا الحمد لله، شكلك تروح مصر وايد على البطولة هذه. لا الحمد لله على البطولة هاي، ونشكر اللعيبة والإدارة والشيوخ الحمد لله رب العالمين، والجمهور طبعا، والجماهير صراحة كانت اللعيبة قال لك يا أخي يعني هل نقول ترجع ناس زين. خلنا نقول إن إحنا يعني جماهير الجزيرة تفوقت على جماهير الوحدة. مع احترامي جميع جماهير الدولة، تفوقنا على جميع الجماهير في الأرض. الأرض الجزراوية بعد. كيف الحال؟ يقولوا لي أنت شبيه فالودة الوحداوي. راشد، شو تعني لك أنت البطولة؟ وأنت يعني حريص على أنك أنت تتواجد مع الجزيرة، تشجع الجزيرة، شفناك في المباراة النهائية أيضاً، وكنت متحمس ورا الجزيرة. أول شيء بسم الله، من 2005 نحن نركض وراء هالبطولات، آخر شيء حصلنا هالبطولة، والجزيرة يبالي بطولة عشان الجماهير يحضرون الملعب، والحين بنفتح إن شاء الله. الآن شو تتوقع؟ يعني إحنا دائما نشوف فريق يجيب البطولة والموسم اللي بعده خلاص، هل هذا الشيء ممكن يتكرر؟ الجزيرة غير والله، مو بنفس الأفريقة، بس يبالي بطولة الحين الثنائية، وإن شاء الله الثلاثية السوبر، بعدين خلاص بيفتح. يفتح ما حبيبه خلاص فورمولا. اليوم انت ما شاء الله عليك، يقولون لي تشل الجمهور شل يعني. ها تجميع هذه الكوكبه خلينا نقول عنه، وما شاء الله اصوات كثيره بعد موجوده بينكم انتم كجماهير. الجمهور المرحله الجايه شو المطلوب منه؟ المطلوب منه انه يازر الفريق اكثر واكثر، وإن حتى لو خسر الفريق يشجع أكثر، وبس ويتم يواصل معه. ثقافة الفوز والخسارة تتغير مع البطولة، ولا إحنا نشاهد يعني ممكن الفريق اللي جاب البطولة الموسم اللي جاي بيبدأ بيكون ويا جمهور، بعدين يبدأ يقل شوي شوي مع النتائج؟ لا إن شاء الله زيارة من هالموسم إن شاء الله، يعني اعتمد إنه يفوز الموسم ما عادي، ما يخسر المباريات الجاية إن شاء الله ما يخسر. ما أدري، أنا أحس الجمهور كذي رقد شوي. لا الجمهور موجود. والكاس المح والهيت المح والكاس المح والكاس المح. اعتقد الهدف الرابع هو اللي اشعل المدرجات، الزلزال. ها وصاحب الزلزال ويانا على التليفون الحين. الله اكبر. ها احمد جمعه. أحمد جمعة، المناسبة الجميلة أن من 400 دقيقة لم يسجل المواطنون هدف، صحيح؟ في نهائي الكاس، هذه معلومة. معلومة ثانية أيضاً شو تقول؟ أحمد جمعة أول مواطن يحرز هدف في الجزيرة في النهائي، زين؟ وهذا اللي يستحق منه تحية كبيرة. احمد جمعه مساك الله بالخير. ابو علي، بما ان احنا الحين في اليوم الثاني اقول لكم صبحكم الله بالخير. كيف الحال يا احمد؟ يا هلا ابو علي، شو اخبارك؟ طيب احمد، خبرني عن الهدف الرابع، ودائما دخولك ما شاء الله عليه يفتح النار على الفرق.
قبل ما أتكلم عن الهدف الرابع أحب أهني شيوخنا شيخ حمدان بن زايد وشيخ منصور بن زايد بالبطولة الغالية، وأحب أهني الجمهور الجزراوي المتواجد معاك والجمهور الجزراوي اللي يتابع. تستاهل يا أحمد، يعطيكم العافية. كمل كمل يا أبو شاب. فأحب أهني الجمهور الجزراوي بشكل عام. بالنسبة للمباراة النهائية الحمد لله الله وفقنا، يعني بطولة غالية علينا كنا محتاجينها، كنا متفائلين بهالبطولة، وما كان عندنا صبر كبير إن يعني ما نخيب ظن جمهورنا الكبير، والحمد لله. يعني بالنسبة للهدف الرابع كان عندي إحساس، يعني كنت متفائل قبل المباراة إني راح أسجل يعني، والحمد لله. نعم أحمد، خبرني الآن باقي مباريات عديدة ويمكن مباراة بنياس، متى خلنا نقول الجزيرة ينهي اللقب هذا؟ والله احنا كلعيبه يعني هو اتوقع انه يمكن سر انتصاراتنا هالموسم ان كنا نعطي كل فريق حقه، كل مباراه حقها، وناخذ المباراه يعني مباراه، يعني كل مباراه بطوله. فانا ما راح استعجل واصرح واقول ان احنا نحسم البطوله من المباراه الجايه، احنا راح ناخذها مباراه مباراه، وان شاء الله ان راح يعني عندنا اصرار ان ناخذ الدوري ان شاء الله، ونضم يعني يكون عندنا ثنائيه ان شاء الله. نعم، الحين أحمد يوم رجعت البيت وياك عبد السلام هناك في البيت الوحداوي، عبد الرحيم عفوا الوحداوي، وأنت وعبد السلام شو عملت معاه؟ طيب أكيد لازم من طيب خاطره، يعني أكيد هو زعلان إن خسر نهائي، يعني نهائي كاس، يعني كان زعلان؟ هو طبيعي يعني شيء طبيعي، لكن في نفس الوقت يعني هو عنده روح رياضية يعني هنانة بالفوز. وبصراحة عبد الرحيم هو أول من هناني بعد المباراة، يعني كانت عنده روح رياضية مع أنه هو أكيد يعني كان حزين للخسارة، بس هذه كرة القدم. يعني الوالد ما سوى غداء عشاء شيء شيء في البيت خاص؟ الوالد يمكن يتريى منحنا، نحن منا العشاء يمكن يتريى. تحياتنا للوالد، وشكرا لك يا أحمد على هالمشهد. كلاعب مميز بالفعل في نادي الجزيرة، ودائما قدمت الإضافة سواء لعبت مباراة كاملة ولا لعبت 10 دقائق، لكن تأثيرك واضح مع الفريق. مشكور يا أبو علي، أتوقع يمكن يعني كل واحد لازم يجتهد، والتوفيق من عند رب العالمين. أشكر الجمهور الجزراوي، ونوعدهم إن شاء الله إن نحن نجتهد أكثر، وإن شاء الله نفرحهم في نهاية الموسم. تحب تسمع لمين من المطربين أحمد؟ وين يعني؟ إيه عادة المطربين الخليجيين تستمع لمنو؟ أحب يقولون هذا يسمع أغاني. أنا أحب أسمع رابح صقر وحسين الجسمي. شكراً. إحنا لكن في أغنية مجهزينها لنا مطربنا، وقال إنه معنا، وهاي يمكن نهديها لك أحمد، ونهديها لكل لاعب جزراوي، ونهديها للإدارة ولكل من وقف وراء الجزيرة. والله أنا تابعت أبو علي، أنا تابعت مطربنا الجديد اللي هو عبد المجيد، و أنا حبيت أشكره يعني، وأشكر جمهور الجزيرة بشكل عام، يعني يعطيكم العافية. شكرا لك عبد عندك الأمور. آخر يعني كيف في آخر اللحظات يعني ما يقدر يشيل شيء، هذه إهداء الأغنية. لا تقولوا ما أقدر أجيبه، لا تقولوا هذه صعبة، أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة. لا تقولوا ما أقدر أجيبه، لا تقولوا هذه صعبة، أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة. بحط عيني بعينه بشوف زينه وشينه، والله لا سدد لدينا المغرور يا قوي باسه. بحط عيني بعينه يشوف زينه وشينه، والله لا سدد لدينا مغرور يا قوي باسه. وداني وداني دانا، وداني وداني دانا، الكاس والله أجيبه لو كان تحت الحراسة. جميل جميل. ناخذ هني بعد واحد من المشجعين اللي اليوم موجود معانا. اليوم الكل كان يتابع هذا اللقاء، الكل يتابع المباراة. الجزيرة تفوق على نفسه ولا الوحدة ما كان بهذاك المستوى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء ابو علي مشكورين انكم استضفتونا اليوم وعلى الضيافه الحلوه ما شاء الله، وهاي من عوائد دبي الرياضيه. ثاني شيء بخصوص المباراه، يعني صراحه انا داخل الملعب وانا ما تعرف حالتي، كفايه ان روحي صوت صوتي راح مع الجول الاول. مع الجول الاول إيه؟ انت خلصت مجهودك كله على الجول الاول، من اول شيء على الجول الاول. ها وبعدين وروحت قبل ما اشوف الجول الرابع. ليش؟ ما بتحمل. قلت خلني اروح واقعد في البيت وافرح على راحتي في البيت، لاني لو تميت في الملعب يسوي شيء يعني. انت للحين صوتك رايح. غنيت صارخت شو كنت تقول؟ زعل يعني شو بقول لك؟ كفايه يعني الجول الاول يف توقيت يعني الجو حار والملعب متروس وبدايه المباراه ما تعرف، يعني كل مره الجزيره يوصل نهائيات وتي يعني ويخسر. فالجول الاول يعني يعطيك ذاك الحماس، يعني زئير تعرف كيف الاسد يوم يزهر. الجول الاول يعني وخاصة ان الجمهور الفريق الثاني، الفريق الخصم العنيد في وجهك الصوب الثاني، يقول لهم احنا بنا عليكم جول. بس الكاس شيء ثاني. والكاس شيء ثاني. ثاني شيء قبل ما اخلص، شو اسمه، في شباب جزراويين ما حصلت لهم الفرصة انهم يشوفون المباراة لانهم كانوا في البحر وظروف شغلهم يعني ما عندهم تلفزيون، وانا اقول لهم مشكورين يعني واهدي لهم هالفوز. اخواني خليل وخالد وعبد الله الشاعر، واتمنى لهم ان شاء الله رحله سعيده ان شاء الله في البحر، ونقول لهم مبروكين يعني. ناخذ صاحبنا، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ والله بخير. سر التزايد الجزيره لما يلعب على ملعبه اكثر نسبه جماهيريه نشوفها. والله الصراحه شو تقول عن البطولة؟ أنت كواحد جزراوي كيف تحس بالبطولة هذه؟ أنا صراحة البطولة قرب البطولة فرحتها غير، خاصة أول بطولة يعني كل الجماهير فرحانة. أتمنى إن شاء الله بطولة الدوري والبطولات إن شاء الله جاية إن شاء الله. أكيد. نشوفني بعد أيضا إخواننا معانا الجزيرة. جمهور الجزيرة فرق هالسنة، حقق فارق كبير، شفنا اهتمام غير عادي بجماهير الجزيرة. هل هذا الاهتمام هو